بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، طلب جامعة الأقصى وقسم الرياضيات في الجامعة، وطلبت مساق تفاضل وتكامل 1 كالكولاس 1. نلتقي بكم في هذه المحاضرة وهي بعنوان Trigonometric Functions، الدوال المثلثية. وهذه المحاضرة هي من سكشن 3 في شابتر 1. هنتعرف في هذا السكشن عن الراديان ميجرز وما يتعلق به، وكذلك للترايجونومتريك فانكشنز الدوال المثلثية وجميع تعريفاتها، وحنطرح أمثلة على ذلك. نعرف الراديان ميجر: إذا كان لدينا زاوية مركزية هنسميها A شرطة C B شرطة في دائرة الراديوس إلها R، فمنعرف الراديان ميجر التقدير الدائري ونرمز له بالرمز ثيتا of the central angle A شرطة C B شرطة is defined to be، هو عبارة عن طول القوس المقابل للزاوية المركزية في الدائرة إلها radius بساوي R على نصف القطر، يعني ثيتا بساوي S على R، حيث S هو length of the circular arc A شرطة B شرطة. نعم، هذا الأمر إحنا رمزنا له بالرمز ثيتا، حيث إذا كانت الدائرة هي دائرة الوحدة فبقول S على R، يعني حيساوي هو طول القوس على نصف القطر يعني على 1، فلذلك هي ثيتا هي التقدير الدائري في دائرة الوحدة، يعني الدائرة التي لها نصف قطر 1 صحيح. نعم، ففي الشكل الموجود لدينا يعني هي نفسها الزاوية المركزية A شرطة C B شرطة، وهي A C B، والقوس في الدائرة الوحدة اللي هو طول ثيتا، أما في الدائرة التي نصف القطر إلها R هو S، فلذلك هي نفس الزاوية، لكن في أي دائرة يعني غير دائرة الوحدة هنقسم طول القوس المقابل للزاوية المركزية على نصف القطر. نعم، ففي الريماركس زي ما حكينا أول شيء، إذا كانت دائرة الوحدة فبيكون طول القوس هو التقدير الدائري للزاوية المركزية، يعني ثيتا هي length of the arc AB. من ستار نمرة 2 حنعرف، أو لما نضرب تبادل حيكون طول القوس عبارة عن نصف القطر في ثيتا، ولا بد أن تكون ثيتا in radian major يعني بالتقدير الدائري S بالساوي R في ثيتا. نمرة 3، الزوايا بصورة عامة تقاس إما بالتقدير الدائري أو التقدير الدرجات بسموه الستيني degree or radians، إما بالدرجات أو بالتقدير الدائري. في هناك مقاييس أخرى لكن ليس نحن بصدد التطرق إليها في يعني في موضوعنا الحالي. نمرة 4، الآن أي دورة كاملة لـ unit circle أو أي دائرة حيعطينا، اللي هو في الـ unit circle، خلينا نركز على الـ unit circle حتى يكون إنه فعلا في الـ unit circle طول القوس هو بيكون الـ radian major للزاوية. ففي one revolution of a unit circle حيعطينا يعني المحيط إلها اللي هو عبارة عن 2 باي في نقطة بنقط واحد، يعني 2 باي راديان اللي هو يكافئ 360 درجة. تعرفوا انه دورة كاملة بالدرجات، انه دورة كاملة للزاوية، يعني كأنه الواحد بدور حول دائرة دورة واحدة 360 درجة، فلذلك بكون باي يعني لما نقسم على 2 باي راديان تكافئ 180 درجة. طيب إذا هنستنتج 1 راديان يعني نقسم على باي 1 راديان
هيساوي 180 على باي، يعني تقريبا 1 راديان تقريبا يساوي 57.3 درجة. وكذلك الدجري لما نقسم 180 على 180 يعطينا 1 درجة، وباي على 180 في اللي هو 1 ديجري هيساوي باي على 180، هي تقريبا 17 من 1000 راديان 1 ديجري. طب خلينا ناخذ امثله على ذلك. اكزامبل 1 اون ا سيركل اوف راديوس 12 متر هاو لونج از ان ارك ذات سبتندز ا سنترال انجل اوف 130 درجه. احنا الان حتى نوجد يعني اللينث of the arc لابد أن تكون الزاوية بالتقدير الدائري in radian measure، فلابد أن نحول 130 درجة إلى radian، يعني بنروح نقول ثيتا اللي بتساوي 130 درجة بدي أضرب في باي على 180، نعم باي على 180، يعني نقول 130 في باي على 180 بنختصر يعني بيعطينا بيساوي 13 باي على 18 راديان، هذا بالتقدير الدائري لثيتا. إذا اللينث اوف ذا ارك طول القوس حيكون ار في ثيتا. طيب ار عبارة عن 12 متر وثيتا الراديان 13 باي على 18 بنختصر على 6.2 على 6.3 نضرب في 2 بسط 26 باي على 3 متر، هذا exact value. نعم طيب نشوف المثال التالي، مثال 2 A central angle in a circle of radius 28 meter is subtended by an arc of length 21 باي. نعم Find the angles radian and degree measure، أوجد قياس الزاوية بالتقدير الدائري وبالتقدير الدرجات. الراديان ميجر لهذه الزاوية central angle هي عبارة عن S على R. طب طول القوس ايش بيساوي؟ 21 باي. طول القوس ان ارك اوف لينث 21 باي والار 28 متر، نعم 21 باي على 28 وبنختصر على 7.3 على 7.4 يعني 3 باي على 4 راديان قيمه الزاويه بالتقدير الدائري. اما بالديجري ميجر بنحول ال 3 باي إلى درجات، يعني بأضرب 180 على باي نختصر اللي حتكون بتساوي 135 درجة الزاوية بالتقدير الدرجات. نعم definition بصورة عامة الزاوية هي عبارة عن اتحاد شعاعين لهم نفس نقطة البداية an angle. الآن بدنا نعرف تعريف تاني اللي هي الزاوية بسموها بالوضع القياسي in standard position. An angle in the XY plane is said to be in standard position في الوضع القياسي if its vertex lies at the origin، إذا كان رأسها في نقطة الأصل كما الشكل التالي والinitial ray اللي هو الضلع الابتدائي، الشعاع الضلع الابتدائي اللي هو بيكون على positive x-axis lies along the positive x-axis. هذه الزاوية in standard position رأسها في نقطة الأصل والانيشال ري بيكون لابد ان يكون على البوزيتيف اكس اكسس. اما التيرمينال ري وين ما يروح؟ يروح اما الى اعلى او الى اسفل يدور. فلو دار بعكس عقارب الساعه هيكون نمره واحد، بسميها هذه الزاويه بوزيتيف ميجر. يعني البوزيتيف ميجر لابد ان تكون ان ستاندرد بوزيشن كما حكينا سابقا، وبتكون بتدور يعني من الانيشال ري الى التيرمينال ري من الضلع الابتدائي للضلع النهائي هو بعكس عقارب الساعه، يعني in the counter clockwise direction كما الشكل الاولاني في نمره واحد. اما بسميها نيجاتيف ميجر، الانجل هاز نيجاتيف ميجر اذا كانت in the standard position راسها في نقطه الاصل والانيشال ري بيكون على البوزيتيف اكس اكسس. أما التيرمينال ري حيدور من الانيشيال إلى التيرمينال اللي هو يعني مع عقارب الساعة in the clockwise direction مع عقارب الساعة، هذه بتكون إلها يعني قياس سالب نيجاتيف ميجر كما الزاوية في الشكل الثاني. طب ناخذ مثال، يعني ممكن الدور يعني
تدور اكثر من 2 باي الزاويه، يعني ليس بالضروره ان تقف عند 2 باي، يعني ممكن تدور اكثر من 2 باي كما المثال التالي: write the radian measure for the following angles، اكتب التقدير الدائري للزوايا التاليه. طبعا الان زاويه بدات اللي هو من البوزيتيف اكس اكسس ودارت بعكس عقارب الساعه دوره كامله، وايضا يعني وصلت للضلع اللي هو واي بالساوي اكس. طب دوره كامله 2 باي، وهنا عندنا اللي هو يعني 45 درجه، تاخذ باي على 4، اجمع 2 باي مع باي على 4 حيعطينا 9 باي على 4 قيمه الزاويه، يعني بالشكل الاولاني بالتقدير الدائري. اما الزاويه الثانيه يعني بدات من البوزيتيف اكس اكسس ودارت دوره كامله، وايضا نصف دوره، نصف دوره عباره عن باي، في عندنا 2 باي وباي يعني 3 باي، وايضا وهي ان ذا كاونتر كلوكس دايركشن، كاونتر كلوك كلوكوايز دايركشن، بعكس عقارب الساعه دارت. اما في الشكل الثالث زاويه، اول حاجه ان ستاندرد بوزيشن لكن دارت مع عقارب الساعة، فلا بد أن تكون نيجاتيف، يعني هنا في عنا بتاخد باي على 2 أيضا زائد اللي هو باي على 4 بنجمعهم نضرب في ماينس، يعني حيكون يعني نص باي، وباي على 4 يعني 3 أربع باي، وعلى أساس أنه هي مع عقارب الساعة بتكون نيجاتيف أنجل، يعني بتساوي سالب 3 باي على 4. أما الشكل الرابع والأخير يعني أيضا دارت مع عقارب الساعة in the clockwise direction، دارت دورة كاملة وأيضا ربع دورة، ربع دورة يعني باي على 2 90 درجة. طبعا 2 باي وباي على 2 يعني 2.5 باي، يعني 5 على 2 باي لكن نيجاتيف، يعني بتكون ماينس 5 باي على 2، هذه هي قياس الزاوية. من الآن فصاعدا from now we assume that all angles measure in radian، يعني هتقاس الزوايا بالتقدير الدائري، لأنه هو التقدير متعامل معاه على الكوردينيت بلين، يعني الدرجات ما بنقدر نمثلها على الكوردينيت بلين أو على x axis، فلذلك بنستخدم التقدير الدائري لأنه بياخد أطوال للقوس على نصف القطر، وهو التقدير الذي يعني يوصلنا لرسومات الدوال المثلثية. طيب هنعرف اللي هم the six basic trigonometric functions، الدوال المثلثية الست فعلا الأساسية. الآن لو احنا أخذنا يعني general angle، نعم في الوضع القياسي زاوية ثيتا وقطعت دائرة إلها radius r، يعني حيكون terminal ray حيقطع هذه الدائرة عند النقطة b، حيكون الكوردينيت لـ b x و y. الآن الزاوية هي الزاوية ثيتا كما هو واضح، اللي هو الانيشال ray على الـ x axis، أما terminal ray هو يمثل اللي هو الشعاع او بي. الكوردينيت يعني بنسقط هنا يعني من رأس اللي هي الزاوية من التيرمينال ري، يعني عند النقطة B اللي لما قاطعت الدائرة التي نسقطها R على الـ X axis، فبيعطينا OX هو طول الضلع في المثلث، الواضح أمامنا. أما الـ OY بيكون المقابل اللي هو من XB هو طول Y، يعني فالمثلث اللي أمامنا هو OXB، هو المثلث التابع للزاوية ثيتا، على أساسه احنا هنعرف الـ trigonometric functions. فالساين فانكشن اللي هو جيب الزاوية الساين ثيتا عبارة عن الكوردينيت لـ y على r، r هو يعني بيكون الهايبوتينيوس في المثلث القائم الزاوية الوتر. أما x بسموه الادجيسنت المجاور للزاوية، أما الـ y طول الضلع المقابل وهو y بيكون اللي هو الاوبوزيت المقابل نعم للزاويه.
هنا الزاوية بتكون خارجة للمثلث، لكن المثلث تابع لها كما أشرنا يعني قبل قليل. الكوردينيت لإكس وواي يعني على موقعها في الكوردينيت بلين إما أن تكون موجبة أو سالبة، لكن قيمة R لابد أن تكون موجبة في كل حالة، فلذلك القيم ممكن تكون سالبة أو موجبة للدوال المثلثية، ممكن تكون أيضا صفر أو غير معرفة. فالساين فونكشن عبارة عن كوردينيت لواي على R، أما الكوزاين بسموه جيب تمام الزاوية، كوزاين يرمز له كوز ثيتا، نسميه كوزاين ثيتا، الزاوية ثيتا إكس على R، هو المجاور على الوتر. أما التانجنت هو ظل الزاوية، يرمز له تان ثيتا، واي على إكس، المقابل على المجاور، واي على إكس. أما الكوسيكانت هو قاطع تمام الزاوية. نعم، الكوسيكان رمزه كوسيك ثيتا مقلوب الساين، أكون R على Y. أما السيكان قاطع الزاوية وهو رمزه سيك ثيتا مقلوب الكوزاين، R على X. أما الكوتانجنت قاطع ظل أو ظل تمام الزاوية، ظل تمام الزاوية كوت ثيتا إكس على واي وهو مقلوب التان. نعم، هذه يعني الدوال المثلثية الست التابعة للزاوية ثيتا. يعني من العلاقات الستة لو ضربنا تبادلي في أول واحدة حنصل، أو نمرة اثنين حنصل إنه إكس بتساوي آر في كوزاين ثيتا. في نمرة واحد لو ضربنا تبادل هكون y بيساوي r sin theta. أما لو قسمنا الساين على الكوزاين هتكون r مع r بتروح، يعني y على x يعني بيساوي tan theta. tan theta بيساوي sin theta على كوزاين theta. نمرة أربعة الكوتان theta يعني هيكون مقلوب التان واحد على tan theta، يعني بيساوي كوزاين theta على sin theta. أما نمرة خمسة مقلوب الكوزاين سيكانت واحد على كوزاين ثيتا، والكوسيكانت مقلوب الساين واحد على ساين ثيتا. طيب في مثلثات خاصة، المثلث متساوي الساقين، يعني لو أخذنا مثلث متساوي الساقين في مثلث قائم الزاوية هتكون الزاويتين لما في المثلث تساوي الساقين كل واحدة الباقيتين يعني باي على 4 يعني 45 درجة. لو افترضنا ضلعي القائمة كل واحد منهم بيساوي الوحدة، فحيكون الوتر بيساوي جذر 2، فحيكون الساين باي على 4 اللي حيساوي 1 على جذر 2، يعني المقابل على الوتر. أما الكوزاين باي على 4 حيكون اللي هو المجاور على الوتر، واحد على جذر 2. أما تان باي على 4 هيكون واحد على واحد يعني بيساوي واحد. وكذلك في مثلث خاص يعني مثلث 30-60 درجة في المثلث القائم الزاوية، لو كانت الزاوية في مثلث قائم الزاوية والزاوية باي على 36 درجة هتكون الزاوية الأخيرة هتكون باي على 63 درجة. فالقيم المثلثية يكون ساين الباي، وهنا لو افترضنا الضلع المقابل دائما في المثلث قائم الزاوية المقابل للزاوية 30 يكون نص الوتر، يعني افترضنا هذا واحد هيكون هذا اثنين، الضلع الثالث من فيثاغورس هيكون جذر 3، يعني هيكون هو جذر تربيع 4 ناقص 1 اللي هيعطينا 2 تربيع ناقص 1 تربيع يعني 3، يعني جذر 3 بيكون الضلع الثالث. فلذلك حيكون ساين باي على 6 اللي حيكون المقابل على الوتر نص 1 على 2، أما الكوزاين باي على 6 حيساوي المجاور جذر 3 على الوتر 2، تان باي على 6 على 6 تان باي على 6 نعم 1 على جذر 3، وكذلك للباي على 3 60 درجة، ساين الباي على 3 بنفس الفكرة جذر 3 على 2 من المثلث، وكوزاين باي على 3 بيساوي النص، أما التان باي على 3 بيساوي جذر 3،
وباقي النسب المثلاثية هتيجي بمقلوب كل واحدة. طيب احنا قلنا يعني القيم المثلثية للترايجونومتريك فانكشن لا هو الدوال المثلثية ممكن أن تكون موجبة أو سالبة، نعم طبقا لموقعها في المستوى الإحداثي. ففي الربع الأول first quadrant كل النسب المثلثية all positive من رموز بالرمز A، أما فعلا في الربع الثاني هيكون الساين بوزيتيف ومقلوب كوسيكا بوزيتيف من رموز بالرمز S بالنسبة للساين، أما التان رموز بالرمز T يكون بوزيتيف ومقلوب اللي هو الكوتان بيكون بوزيتيف. من تعريف يعني الدوال المثلثية، نعم. أما في الربع الرابع فبيكون الكوزان ورموز بالرمز C كوزان ومقلوبه اللي هو السيكانت بيكون بوزيتيف اللي احنا هنسميه الكاست CAST كاست رول، يعني الطالب يعني يتذكر وين بكون يعني النسبة المثلثية موجبة وين بتكون سالبة. نعم ناخذ مثال على إيجاد النسب المثلثية find the sine cosine and tangent for a 2 باي 3 راديان سالب باي على 4 راديان في نمرة B. طيب 2 باي على 3 عبارة عن زاوية منفرجة اللي هي هتقع حد الزاوية في الربع الثاني، يعني مبدأ في الانيشال ري هيكون على البوزيتيف اكس اكسس ونحطها في الوضع القياسي الستاندرد بوزيشن، ثم بمقدار اللي هو يعني 30 درجة نعمل هو باي على 6 نعمل هو التيرمينال بعد 90 درجة التيرمينال ري، نعم، ومنحدد نقطة هنا بتكون الزاوية المكملة لاثنين باي على ثلاثة 60 درجة، وبنسقط من بي قائمة على الإكس أكسس اللي هيكون يعني عند النقطة سالب 1، جعلها سالب 1 على أساس يكون الضلع المقابل اللي هو الزاوية تكون هذه الزاوية اللي هي عند بي 60 أو 30 درجة باي على 6، أما المكملة لاثنين باي على ثلاثة باي على ثلاثة يعني 60 درجة، فالمقابل للزاوية 30 درجة بيكون نصف الوتر، لو افترضنا هذا طوله واحد هذا حيكون اثنين هذا حيكون جذر ثلاثة، فهذا المثلث الأزرق هو التابع للزاوية اثنين باي على ثلاثة، وبتكون فعلا الزاوية خارجة للمثلث حتى نقدر نوجد اللي هو النسب المثلثية المطلوبة. فلذلك الساين فبكون المقابل على الوتر يعني جذر 3 على 2 للزاوية 2 باي على 3، أما الكوزاين بكون المجاور وهو الضلع اللي هو طوله 1 يعني بحطه بماينس لأنه أجا على محور إكس بماينس 1 يعني ماينس 1 على 2 على الوتر، أما التان فبكون جذر 3 التان 2 باي يعني هنا في اللي هو خطأ هيكون يعني مصلحها هو جذر 3 فقط جذر 3 على ماينس 1 مش صح اللي هو سالب 1 تغير يعني يا ريت يعني الطالب يغيرها يعني البسط والمقام يعني في تان 2 باي 3 بيساوي جذر 3 على ماينس 1 نعم. اما للزاويه اللي هي سالب باي على 4 فنرسمها في الستاندرد بوزيشن اللي هي هتكون فعلا بنبدا من الانيشال ري على البوزيتيف اكس اكسس البوزيتيف اكس اكسس ثم مع عقارب الساعه بنعمل زاويه 45 درجه فبتكون هي الزاويه السالبه نعم، وبكون هنا يعني لما نسقط من راس الزاويه نعم فبيعطينا اللي هي النقطه عند الواحد نعم، فبيكون هو الزاويه الاخرى 45 درجة أيضا، فلو كان يعني اللي هو ضلعي القائمة كل واحد طول الوحدة فبكون اللي هو الوتر جذر 2 فبكون على الإكس أكسس نحط 1 لأنه موجب، أما الواي أكس سالب 1 لأنه يقابل ماينس 1 للواي في على الواي أكسس للزاوية نعم، فالساين هيكون المقابل على الوتر يعني سالب 1 على جذر 2 بيساوي لو ضربنا في جذر 2 على جذر 2 البسط والمقام حاطين سالب جذر 2 على 2
أما الكوزاين هيكون المجاور واحد على جذر اثنين اللي هيساوي جذر اثنين على اثنين لما نضرب البسط والمقام في جذر اثنين. أما التان هيساوي المقابل سالب واحد على واحد ويساوي كمان مرة هنا نضع ماينس 1 تان سالب باي الأربعة بيساوي ماينس 1 هذه إيش؟ يعني الطالب يعني يغيرها ويضع إشارة ماينس. نعم. في الجدول التالي هي قيم للساين والكوزاين والتان لبعض الزوايا، يعني يترك هذا الأمر للطالب للاطلاع عليه بنفس الفكرة للوصول لهذا الأمر، لكن يعني هنا يعني هو يوجد الساين والكوزاين والتان، أما باقي النسبة الثلاثية بنقلب. لما نقلب عند الصفر بيكون غير معرف. يعني شوف هنا عند مثلا 90 درجة عند باي 2 قيمة اللي هو التان غير معرف. نعم. وكذلك عند 270 درجة 3 باي 2 غير معرف التان، لأنه كأنها كل ما تكبر الزاوية بتروح لما لا نهاية، أو كل ما تصغر أو تقترب من سالب باي 2 بتروح لماينس انفينيتي. هذا حيكون واضح في الأشكال تان ثيتا عند السالب باي 2 غير معرف. نعم. وباقي الأمور كلها يطلع عليها الطالب عن كيفية إيجادها. يعني ممكن الطالب يعني يرسم المثلث يعني بخصوصية لكل زاوية. نعم. للإطلاع نعرف التعريف التالي قبل البدء برسومات الزوايا اللي هو البيريودك فانكشن. فانكشن f of x is said to be periodic. نقول دالة دورية. نعم. If there is a positive number، إذا كان يوجد عدد موجب b بحيث يكون f x plus b بيساوي f of x for all x in domain f. يعني هذا قيمة b لو أنا وضعتها مع x وجمعتها x أعطى نفس الدالة، فبقول الدالة دورية لجميع القيم. وفعلا إحنا النسب المثلثية أو trigonometric functions على هوا انه فعلا لو دارت دورة كاملة هي الزاوية، يعني من عند اكس حددنا قيمة ثم دارت دورة 2 باي هتطلع نفس اللي هو التيرمينال ري على نفس التيرمينال ري، يعني هيعطي نفس القيم. يعني بصورة عامة لو جمعنا 2 باي لجميع النسب المثلثية لكل قيمة اكس هتعطي نفس القيمة، زي مثلا ساين اكس بيساوي ساين x زائد 2 باي. لكن هنا أصغر قيمة لبي بتحقق البيريودك فانكشن سميها البيريود الدورة، أصغر قيمة لبي. طب خلينا كيف نرسم الدوال المثلثية graphs of the six basic trigonometric functions. يعني نشوف الآن الدالة y بيساوي كوزاين x. في جميع اللي هو رسومات الستة هنتعرف على أربع أشياء: رسمة الدالة والدومين والرينج والبيريود، وأيضا نحدد ما إذا كانت دالة even أو odd or neither. طب الكوزاين إكس، معروف الكوزاين عند الصفر يعني طبقا للجدول السابق أو بإيجاد الزاوية يعني كما تعلمنا في الأمثلة السابقة، والأمر هذا يعني مر على الطالب في المراحل المدرسية، فحيكون الكوزاين عند الصفر بيساوي واحد، أما الكوزاين عند الباي 2 بيساوي صفر، أما الكوزاين باي 3 بيساوي نص، كوزاين باي على 6 اللي هيساوي اللي هو جذر 3 على 2. يعني كل القيم تكون متراوحة من صفر إلى واحد، فبنوصل هذه القيم على كيرب من نقطة من صفر لباي 2 وهكذا. يعني في الفترة من باي 2 لباي بنفس الفكرة هتكون قيم سالبة، ونوصل الكيرف يعني هيكون عند الباي قيمة هو الكوزاين سالب واحد، ثم بعد ذلك يعني ممكن نكمل هذا الكيرف هيكون كالشكل التالي. هذا الكيرف يعني كل 2 باي يتكرر، يعني من صفر ل 2 باي حاطين نفس الشكل من 2 باي ل 4 باي، يعني حيكون يعني هنا الدالة بيريودك والبيريود بيساوي 2. الدومين أيضا معرف عند القيم، يعني حتكون الدومين بيساوي كل R يعني من سالب انفينيتي إلى انفينيتي،
وأيضا الدالة صورها محصورة من سالب واحد إلى واحد على الواي أكس، يعني الرينج هيكون من سالب واحد إلى واحد. بنفس الفكرة الساين، يعني كيف إحنا رسمنا الواي بيساوي كوزين إكس، يعني هنا الساين عند الصفر قيمته صفر، عند الباي على اثنين هيساوي واحد، عند الباي هيكون صفر. يعني مثلا زوايا أخرى، ساين الباي على ستة بيساوي نص، ساين الباي على ثلاثة بيساوي جذر ثلاثة على اثنين، ونرسم المنحنى ونكمل أيضا في الجهات الأخرى اللي هيكون منحنى كل اثنين باي هيتكرر، يعني بسموه هذه الويف الموجة، كل اثنين باي يتكرر الشكل، يعني البيريود أصغر قيمة لبي بتخلي بيريودك هي اثنين باي، أيضا معرف عند كل قيم إكس يعني الدومين كل R، والرينج هيكون من سالب واحد إلى واحد. أما التان، يعني التان عبارة عن ساين إكس على كوزين. طب الكوزين وين بيساوي صفر؟ كوزين بيساوي صفر عند الباي على اثنين، ثلاثة باي على اثنين، عند سالب باي على اثنين، سالب ثلاثة باي على اثنين، خمسة باي على اثنين، كأنه اد ملتيبل اوف باي على اثنين. يعني الدومين هنا إكس لا تساوي اللي هو الاد ملتيبل اوف باي على اثنين، يعني لا تساوي زائد أو ناقص باي على اثنين، زائد أو ناقص ثلاثة باي على اثنين، زائد أو ناقص خمسة باي على اثنين، لا تساوي. أما عند باقي الأمور معرف، هذا هو الدومين. طيب عند من نفس اللي هو القسمة ساين على كوزين نقدر نرسم إحنا، خلينا نشوف الفترة من سالب باي على اثنين لباي، عند الصفر هيكون صفر لأنه ساين الزيرو صفر، على كوزين الصفر واحد، عند مثلا 45 درجة بيساوي واحد. طب كل ما يعني نقترب من باي على اثنين القيمة حتروح لما لا نهاية، حتكبر، فحيروح هذا الضلع لمال أو الشكل لما لا نهاية حينما نتجه إلى باي على اثنين. هذا الكلام نعرفه لما نأخذ موضوع الليمت في شابتر 2. نعم، لكن عند الباي على اثنين غير معرفة، في هنا رسمنا خط اللي هو لونه زهري يسموه الأسيمتوت. وكذلك بنفس الفكرة لما تتجه عند السالب باي على اثنين حتروح لماينس إنفينيتي، يعني هنا عند السالب باي على أربعة حتكون قيمتها بيساوي سالب واحد. يعني الشكل كله وين؟ ياخذ كل R، يعني القيمة تاخذ كل R، فذاك الرينج كل برانش هنا مثلا في الفترة من سالب باي على 2 لباي على 2 حتاخذ كل القيم ل R، فلذلك الرينج بيساوي كل R، يعني من سالب انفينيتي إلى انفينيتي. فعلا زي ما هو واضح في الشكل هنا، لو احنا كررنا كمان قيمة باي مثلا من باي على 2 ل 3 باي على 2 حيعطي نفس الشكل تماما. فلذلك البيرد هنا باي وليس 2 باي، هذه أصغر قيمة بتخلي الدالة دورية. طيب كيفية رسم السيك إكس؟ السيك إكس عبارة عن مقلوب الكوزين، واحد على كوزين، الدومين له نفس دومين اللي هو التان، يعني الدومين إكس لا تساوي زائد أو ناقص باي على 2، زائد أو ناقص 3 باي على 2، يعني عند الأود ملتيبل أوف باي على 2، أو زائد أو ناقص 5 باي على 2. كيف حنرسم؟ ما هو مقلوب. مثلا خلينا نشوف في الفترة من سالب باي على 2 إلى باي على 2، عند الصفر قيمته واحد، اقلب الواحد ضلها واحد. طيب هنا لو كانت نص مثلا عند الباي على 3 حصير 2، حينطلق هنا لما لا نهاية. لما نتجه نحو الباي على 2 القيمة بتصغر، يعني لما نقلبها بتكون كبيرة جدا، بتروح لما لا نهاية. وأيضا هل فيها asymptotes لأنه غير معرف عند الأود ملتيبل أوف باي على 2، يعني مثلا عند الباي 2 غير معرف، عند 3 باي 2 غير معرف، سالب باي 2 غير معرف، وهكذا. هذه القوس بنقلو بهذا الشكل، يعني حيكون من واحد لما لا نهاية. طب مثلا من باي 2 ل 3 باي 2 بنقلبها حتكون بالماينس، عند اللي هو الباي قيمته سالب واحد تماما، حيكون القوس السكند سالب واحد. لكن لما نتجه ل 3 باي على 2 قيمة سالبة، لكن بتروح حتروح لسالب انفينيتي بقيمة كبيرة، وهكذا من اليمين لما تروح لباي على 2 بتكون قيم أيضا سالبة صغيرة، بتروح لماينس انفينيتي، وهكذا. الشكل هذا مع الشكل هذا يتكرر كل 2 باي، الشكل هذا مش زي الشكل هذا، لكن الشكل هذا كالشكل هذا، وهذا بكون إقبال منه شكل آخر، فبكون كل 2 مع بعض بشكله اللي هو عبارة عن اللي هو البيريود. فالبيريود بيكون 2 باي. طب والرينج؟ فيش هنا شكل في الفترة
المفتوحة من سالب واحد إلى واحد، يعني بيكون الرينج كل R ما عدا الفترة المفتوحة من سالب واحد إلى واحد، أو بمعنى آخر الرينج حيكون من سالب إنفينيتي إلى واحد إلى سالب واحد مغلقة، ومن واحد مغلقة إلى ما لا نهاية، لتعبر في two inequalities y أقل أو يساوي سالب واحد أو y أكبر أو يساوي واحد. بنفس الفكرة الكوسيكانت x منقلب هو شكل الساين في كل فترة، وفعلا يعني هنا الدالة يعني خلينا نتكلم عن اللي هو نكمل الشكل، نعم نقلب هنا بنقلب الشكل الفوق ونقلب هنا الشكل بنفس الفكرة، حيكون الدومين يعني غير معرف أو الساين بيساوي صفر عند الصفر باي 2 باي سالب باي وهكذا، يعني الدومين بيكون يعني نستثني أصفار المقام لأن يعني الكوسيكانت هو مقلوب الساين، يعني x لا تساوي صفر لا تساوي زائد أو ناقص باي زائد أو ناقص 2 باي لا تساوي وهكذا عند اللي هو المالتيبل اوف باي. والرينج بنفس الفكرة هيكون نفس الرينج للسيكانت، يعني كل R ما عدا الفترة المفتوحة من سالب واحد إلى واحد، والبيريود يتكرر هذا الشكل مع بعض كل 2 باي. والدومين آخر شكل اللي هو الكوتان X، بيكون الدومين هو عبارة عن كوزاين X على ساين، يعني نستثني أصفار المقام، يعني زي دومين الواي بتساوي الكوسيكانت لأن الكوسيكانت واحد على ساين، يعني كل R ما عدا الملتيبل اوف باي، يعني ما عدا صفر زائد أو ناقص باي ما عدا زائد أو ناقص 2 باي زائد أو ناقص 3 باي. والرينج بنفس الفكرة اللي هو التان، هيكون من سالب إنفينيتي إلى إنفينيتي، من سالب إنفينيتي إلى إنفينيتي اللي هو الرينج، والباي عبارة عن بيريود للدالة لأنه الشكل هذا يتكرر كل باي مثل التان، يعني الرسمة بنفس الفكرة، يعني بأعوض بقيم اللي هي الموجودة بالنسبة لتعريف الكوتان الكوزاين إكس على ساين، ممكن نصل للشكل يعني تماما كما هو موجود. طب نتكلم عن الأود والإيفن فانكشن، يعني هنا الدالة الكوزاين متماثلة حول محور واي فهي عبارة عن إيفن، أما الساين متماثلة حول الأوريجين فهي أود فانكشن، أما هنا التان متماثلة حول نقطة الأصل odd function التان، أما السيكانت متماثلة حول محور واي، واضح هذا قد هذا وهذا الشكل قد هذا يعني even، أما الكوسيكانت متماثلة حول نقطة الأصل الشكل هذا زي هذا odd function، والكوتان odd function اللي احنا ممكن نلخصهم يعني في التلخيص التالي كما تكلمنا، الكوزاين الدومين بيساوي كل R والرينج من سالب واحد إلى واحد والبيريود بيساوي 2 باي، يعني بمعنى إنه نقول كوزاين X بلس 2 باي بيساوي كوزاين X، والإيفن فانكشن يعني كوزاين سالب X بيساوي كوزاين X وهكذا. بالنسبة للساين الدومين بيساوي كل R بيساوي من سالب إنفينيتي إلى إنفينيتي والرينج من سالب واحد إلى واحد والبيريود 2 باي، يعني بمعنى ساين X بلس 2 باي بيساوي ساين X، والساين عبارة عن odd function بمعنى ساين ماينس X بيساوي ماينس ساين X وهكذا. التان هو عبارة عن ساين على كوزاين لنستثني أصفار المقام يعني الدومين كما احنا يعني تكلمنا به في الشكل، يعني ممكن نكتب بالطريقة هذه، يعني كل X تنتمي لR بحيث X لا تساوي 2 باي زائد 1 في باي على 2، يعني odd multiple of باي على 2 حيث كي تنتمي إلى زد، فعلا تعطي القيم الموجودة يعني في التعريف الفوقاني وهكذا. الرينج بيساوي كل R والبيريود بيساوي باي، يعني بمعنى tan X plus باي بيساوي tan X، والodd function هي odd function يعني بمعنى tan minus X بيساوي minus tan X. هذا الكلام ممكن أن يكون أيضا بالنسبة للسيكانت X سك X بيساوي 1 على كوزاين،
الدومين والرينج اللي نقدر نكتب على صورة سالب انفينيتي لماينس 1 اتحاد من 1 لما لا نهاية، والدومين نفس دومين التان، والبيريود بتساوي 2 باي، يعني بمعنى سيك اكس بلس 2 باي بتساوي سيك اكس، والسيكونت عبارة عن ايفن فانكشن، يعني بمعنى سيك ماينس اكس بتساوي سيك اكس، وواي بتساوي كوسيكونت 1 على ساين الدومين بيساوي يعني كل اكس تنتمي الى ار بحيث اكس لا تساوي كي باي مضاعفات الباي حيث كي تنتمي الى زد، والرينج كما يعني وضحنا في الشكل من سالب انفينيتي لماينس 1 هنا مغلقه اتحاد من 1 لما لا نهايه، والبيريود بيساوي 2 باي، يعني بمعنى كوسيكونت اكس بلس 2 باي بيساوي كوسيكونت اكس، وهو عبارة عن odd function بمعنى cosecant minus x بيساوي minus cosecant x. آخر واحدة الكوتان x عبارة عن كوزين x على sin، وهو الدومين له نفس الدومين للcosecant x، والرينج بيساوي كل r، والبيريود بيساوي باي بمعنى كوتان x plus باي بيساوي كوتان x، وهو عبارة عن odd function بمعنى cotan minus x بيساوي minus cotan x. هيك بكون احنا انتهينا من المحاضرة الأولى في trigonometric functions. نشكر لكم حسن استماعكم، نتمنى لكم التوفيق في دراستكم، وإن شاء الله بإذن الله سنكمل يعني المحاضرة الثانية من نفس الموضوع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.